بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم فليست بمختصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: المسائل المستنبطة من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد فاعل، الظالمين مفعول، لا ينال عهد الظالمين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالإمامة في الدين لا تحصل للظالمين، لأن الظلم يمنعهم من أن يكونوا أئمة، فليسوا مؤهلين للإمامة. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو أنواع كما سبق، أعظمه ظلم الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة غير موضعها. وكذلك النوع الثاني ظلم النفس، ظلم العبد لنفسه، وذلك بالمعاصي السيئات، لأنه يجب على العبد أن يضع نفسه في المرتبة الطيبة رفيعة، ولا يضعها في المرتبة الرذيلة السافلة، وذلك بارتكاب المعاصي والذنوب. المرتبة النزيهة الرفيعة إنما تكون بالطاعات، فالعبد يجب عليه أن يضع نفسه في موضعها اللائق لأن يجنبها المعاصي والذنوب ويلزمها بالطاعات حتى تنال المرتبة اللائقة بها. فإذا لم يفعل هذا تركها تفعل ما تشاء فإن هذا ظلم لها، وهو يظن أنه يكرم نفسه، إذا أعطاها ما تشتهي يظن أنه يكرمها، وإذا ألزمها بالطاعة في مشقة فقد أهانها بزعمه، فهو يظن إكرامها فيما ليس بإكرام. هذا ظلم، ظلم لنفسه، حيث وضعها في غير موضعها وعرضها لغضب الله والعذاب. والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العباد، التعدي عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا ظلم للعباد. أما النوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما النوع الثالث وهو ظلم العباد فهذا لا يترك الله منه شيئا،
حتى يسمح المظلوم فحقوق العباد لا يتناولها عفو الله ومغفرته حتى يسمح أصحابها، لا يترك الله منه شيئا. والنوع الثالث وهو ظلم العبد لنفسه، هذا يغفره الله إذا كان دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكفر الله السيئات التي دون الشرك إما بأن يعفو عنها فضلا منه وإحسانا، وإما بأن يكون لصاحبها طاعات تكفرها كإقام الصلاة محافظة عليها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالظالم سواء كان مشركا أو متعديا على الناس أو ظالما لنفسه، هذا لا ينال الإمامة، لأن الإمامة مرتبة رفيعة لا ينالها الظالم، لا ينال عهد الظالمين. فالظلمة لا يكونون أئمة في الدين، أما أن يكونوا أئمة في الدنيا وهذا يمكن الظالم يكون إماما في الدنيا، يصير ولي أمر، يصير وجعلنا كما قال الله سبحانه وتعالى في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أئمة في أي شيء في الدنيا سلطة، وأما إمامة الدين فهذه لا ينالها الظالم، لا ينال عهد الظالمين ولو كان من ذرية إبراهيم. فالظالم لا يكون إماما في الدين ولو كان من ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. المسألة الثامنة: معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بها وهي الإمامة في الدين. الثامنة من مسائل هذه الآية معرفة قدر هذه النعمة التي أكرم بها إبراهيم عليه السلام، وهي أن الله قال له: إني جاعلك للناس إماما. هذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الآية الثانية ففيها مسائل. الآية الثانية وهي قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه فيها مسائل تنبهوا لها. نعم. المسألة الأولى: كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة، وذلك من الآيات. وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة المشرفة مثابة للناس، مثابة يعني يأتون إليه من بعيد، مثابة من الثوب وهو العود والرجوع، فهم يرجعون إليه من أقطار الأرض الشاسعة مع المشقة والأخطار، ويكونون مغتبطين بهذا، يأتون عن رغبة وانقياد تطلع
تحدوهم الرغبة، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قلوب. فهذا البيت مغناطيس للقلوب يجذبها في أي مكان، هذا من آيات الله سبحانه. ولا يمل للإنسان، حتى لو جاء مرة مرتين ما يمل من التردد عليه مهما أمكنه ذلك، عن رغبة، عن رغبة وانقياد، محبة. ما أحد يجبره على ذلك، لا أحد يجبره على ذلك، ولا يأتي رغبة في المال، بل هو ينفق المال، ما يأتي رغبة في المال، ولا يأتي خوفا من سطوة أحد، وإنما يأتي يقوده قلبه وإيمانه إلى هذا البيت، يحن إليه مهما أمكنه ذلك، ولا يمل من كثرة التردد عليه، ولا يبالي بالمشاق والأخطار التي يتعرض لها. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، مثابة، مثابة يعني مكان ثوب ورجوع إليه وتردد عليه، مع ما يتعرض له الآتي من طول السفر وأخطار السفر المشقة، ولكنه يستسهل ذلك ويغتبط به ويتلذذ به. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية أنه جعله أمنا عند الكفار، وذلك من أعجب الآيات. المسألة الثانية أنه جعل هذا البيت أمنا، أي من أتى إليه كان آمنا لا يخاف، إذا دخل حدود الحرم فلا أحد يزعجه، حتى الكفار كانوا يؤمنون من دخل في الحرم وهم كفار. هذا من آيات الله. كان أحدهم يلقى الرجل قد قتل أباه أو ابنه فلا يتعرض له ما دام في الحرم، لأنه جعله الله أمنا، جعله أمنا لمن دخله كان آمنا، آمنا من المؤمنين ومن الكفار ومن الأعداء، حتى الطيور تأمن فيه، حتى الطيور تأمن فيه، الصيد يأمن فيه ولا يتعرض له أحد، لا ينفر صيده. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولو كان هذا من المؤمنين لقيل إيمانهم هو، لكن كفار أيضا على كفرهم كانوا لا يهيجون من دخل إلى الحرم من أعدائهم الذين لو ظفروا بهم خارج الحرم لقطعوهم إربا. فهذا من آيات الله عز وجل، أن الله جعله أمنا، أمنا للناس، منذ أن بناه إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فإن أراد أحد، إن أراد بقلبه قبل أن ينفذ، إذا أراد أحد هم بقلبه فإن الله يذيقه العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: حتى لو هم رجل في عدن أبيا على أن يعمل
على أن يعمل في الحرم إخلالا بالأمن لأذاقه الله العذاب الأليم والعقوبة الأليمة. تقرؤون قصة الفيل، أصحاب الفيل الذين جاءوا بقوتهم وجنودهم، وكل ما مروا على حي من أحياء العرب دهموه حتى إن العرب أخلوا لهم الطريق، أخلوا لهم الطريق من رعبهم، خوف منهم. ما حرص العرب على أن يحموا هذا البيت، لكن لا طاقة لهم بهذا العدو. فلما وصلوا قرب البيت ونزلوا قرب البيت للاستراحة معهم الفيل، فيل عظيم يريدون أن يربطوا به الكعبة ويسحبها، فيل عظيم جاءوا به من الحبشة، كانت إبل لعبد المطلب، إبل لعبد المطلب ترعى، فأخذها قوم أبرهة، أخذوها ظلما. فجاء عبد المطلب إليه طلب منه أن يخلي إبله، طلب من أبرهة أن يخلي إبله، فقال له أنا أتعجب منك أيها الشيخ، أنا أتيت لأهدم بيتا فيه عزك وعز آبائك وتسألني عن الإبل، تسألني عن الإبل، لقد سقطت من عيني واستحقرتك عند هذا. فقال عبد المطلب كلمة عظيمة، قال أنا رب الإبل، ولهذا البيت رب يحميه، أنا رب الإبل ولهذا البيت رب يحميه. فأعطاه إبله ذهب. بينما هم يتهيئون للهجوم على البيت حركوا الفيل فلم يتحرك، حركوه بارك لم يتحرك، كل ما وجهوه إلى الكعبة برك، وكل ما وجهوه إلى غير الكعبة قام وهرول. فبينما هم ولذلك يقال حابس الفيل، حبسه حابس الفيل. فبينهم ما هم كذلك مع الفيل يحاولون، إذ جاءتهم فرقان طير من جهة البحر، فرقان طير من جهة البحر مع كل طائر حجران، حجر في منقاره، حجر في رجله. فلما توسطت منهم والعياذ بالله أمطرتهم الحجارة، فصار الحجر يدخل من رأس الرجل ويخرج من دبره، فأهلكهم الله في مكانهم عن آخرهم، ولم ينجو إلا كبيرهم، نجا لكن أصابه مرض قطعه ومزقه ومات في الطريق ولم يرجع منهم أحد. وأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم، عندهم كيد وقوة وبأس، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الجنود عجزت تقاومهم، الرجال عجزوا والشجعان عجزوا يقاومونهم، جاءتهم طير ما لهم فيها حيلة، طير ضعيفة صغار مثل الخطاطيف،
أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأصبحوا كعصف مأكول. العصف هو التبن، فجعلهم كعصف مأكول وهو التبن الذي راثته الإبل، الدواب الذي راثته مأكول، يعني أكلته الدواب وراثته من أدبارها. هذه آية الله حول هذا البيت العظيم الذي جعله أمنا لا أحد يتعرض له إلا أهلكه الله، ولا أحد يريد السوء بجيرانه والحجاج والمعتمرين إلا دمره الله عز وجل. وهذا من عهد الجاهلية، وكان المشركون يعظمون هذا البيت، يحجونه، يعتمرون ويبنونه إذا انهدم، ويطعمون الحجاج ويسقونهم تعظيما لهذا البيت الذي وضعه الله في الأرض. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا من آيات الله في هذا البيت العتيق العظيم الذي ما استطاع الجبابرة أن ينالوه بسوء. نعم. المسألة الثالثة: أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وهذا من الخصائص فيتفطن المؤمن لشبهة مبتدعة، لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى. الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه وقت بناء الكعبة، كان يقف على حجر فيرتفع به ويضع الحجر على الجدار ثم ينزل به الحجر حتى انتهى البناء. هذا الحجر جعل الله له خاصية في أنه يصلى عنده. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حينما فرغ من الطواف أتى عند المقام وجعله بينه وبين الكعبة، ثم قرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خلف المقام، تسميان ركعتي الطواف. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا يزال هذا الحجر موجودا وموضوعا في إطار محافظ عليه، ويصلى عنده خاصة بهذا الحجر، فلا يصلى عند مقام غير مقام إبراهيم على وجه الأرض، لا مقامات الأولياء كما يزعمون والصالحين، ولا مقام لنبي من الأنبياء، لا يقام ولا يصلى عنده إلا عند مقام إبراهيم خاصة. مقام إبراهيم خاصة لأن الله أمر بذلك، جعله موضعا للعبادة، موضعا للصلاة، يصلى عنده ولا يصلى عند غيره من الحجارة أو البنايات أو الآثار التي يقولون للصالحين، لا يصلى عند مكان في الأرض إلا عند مقام إبراهيم، هذه خاصية. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
المسألة الرابعة. أعد المسألة الثالثة. نعم. المسألة الثالثة: أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وهذا من الخصائص. هذا من الخصائص، فلا يقاس عليه مقامات الأنبياء ومقامات الصالحين كما يزعمون، ويصلى عندها يتبرك بها، هذا لا يجوز، وليس من شرع الله سبحانه وتعالى، بل هو من البدع المحدثة. نعم. فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة. شبهة المبتدعة الذين يقيسون ما يسمونه مقامات الأولياء والصالحين على مقام إبراهيم، فيقولون كما أن الله أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم نحن نصلي عند مقامات الأولياء والصالحين، وهذا قياس باطل، لأن العبادات ليس فيها قياس، عبادات توقيفية، فلا يفعل منها شيء إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قياس. نعم. لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى في جميع أقطار الأرض. نعم. المسألة الرابعة: أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه مع ما فيه من الآيات وما عندهم من العلم بذلك. المسألة الرابعة فيها الرد على أهل الكتاب خاصة، أهل الكتاب خاصة لأنهم أهل علم، عندهم علم عن هذا المقام وهذا البيت بما في كتبهم نزل عليهم، عندهم علم من هذا، وهذا البيت بناه إبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عندهم علم من هذا، لكن ما الذي منعهم من استقبال هذا البيت الصلاة، ومنعهم من الحج؟ إنما هو الكبر والحسد لبني إسماعيل الذي بنى هذا البيت مع أبيه، فالحسد هو الذي منعهم من ذلك، وأصروا على أن يبقوا على استقبال بيت المقدس. بيت المقدس نعم كان قبلة، لكنه نسخ باستقبال الكعبة، والأمر لله عز وجل، نحن ندور مع الأمر، مع أمر الله، ما ندور مع نتمسك بشيء ولا نتغير عنه، بل نحن ندور مع الأمر، أمرنا الله أن نستقبل بيت المقدس نستقبله، أمرنا الله أن نستقبل الكعبة نستقبل الكعبة، وليس لنا اختيار في هذا. هم يقولون لا، نبقى على قبلتنا ولا نستقبل الكعبة ولا نحج ولا، ولهذا لما قالوا إننا نحب الله عز وجل، لما قالت اليهود والنصارى إننا نحب الله عز وجل، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وأيضا ادعوا أنهم مسلمون، ادعوا أنهم على الإسلام، قال الله جل وعلا ردا عليهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمسلم يحج البيت، إن كنتم تدعون الإسلام حجوا البيت، فلما لم يحجوا دل على أنهم ليسوا مسلمين، هذا رد عليهم وإبطال لقولهم، والحمد لله. نعم. والبيت العتيق سابق لبيت المقدس،
إن أول بيت وضع للناس هو أول بيت سابق لبيت المقدس، قالوا إنه سابق بأربعين سنة، والذي بنى البيت هو إبراهيم، والذي بنى بيت المقدس هو إسحاق عليهما السلام، بينهما أربعون سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثالثة ففيها مسائل. الآية الثالثة وهي قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. الآية الثالثة: وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما أكملت الآية فيها. نعم. وإذ قال إبراهيم. نعم. الآية الثالثة قالوا فيها مسائل. نعم. الأولى ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا لهذه الطائفة. الآية الثالثة. نعم. إيه. وقال ففيها مسائل. ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة. نعم. هذه ما هي بآية مستقلة. هو قال كذا شيء. ما هي بآية مستقلة. الآية كلها بقوله تعالى: ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا. هذا إكمال الآية. نعم. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه الآية ما زلنا فيها. نعم. المسألة ليش؟ قال المسألة الأولى. لا، اللي قبلها. اللي قبلها الرابعة. هذه الخامسة. المسألة الخامسة. نعم. يحتاج إلى مراجعة للأصل، وما يكون هذا خطأ مطبعي. نعم. صلى الله عليه. قال ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة، ولذلك أنزل الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الآية. نعم. مسألة الخامسة أن الله جل وعلا عهد، أي أمر ووصى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إبراهيم وابنه إسماعيل، أن طهر بيتي. أمرهما أن يطهر بيته، الكعبة المشرفة وما حولها، الحرم كله. طهر بيتي من أي شيء؟ طهرانه من الشرك، لأن الشرك نجس. ولهذا قال: إنما المشركون نجس ولا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال في الآية الأخرى: وهم يصدون، أي الكفار يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فليس للمشركين ولاية على المسجد الحرام، ولا يجوز أن يستولوا على المسجد الحرام إلا إذا تغلبوا بالقهر، وليس للمسلمين طاقة، فإنهم لا يقرونهم على الولاية، ولكن ينتظرون حتى يأتي الله بالفرج والنصر من عنده، كما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة
إلى أن قواه الله وأيده فطرد المشركين من المسجد الحرام واستلمه عليه الصلاة والسلام وصار في ولاية المسلمين. وكذلك جميع المساجد في الأرض، بيت المقدس، المساجد كلها لا يجوز أن يتولى عليها الكفار، لا اليهود ولا غيرهم، وليس لهم فيها حق. الكفار ليس لهم فيها حق، إنما المساجد للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان تكون في ولاية المسلمين، لا يتولى عليها الكفار أبدا. فهذا فيه قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، طهراه من الشرك والبدع محدثات، طهراه من النجاسات الحسية البول والغائط والنجاسات، يطهر البيت من النجاسة مطلقة، النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. طهر بيتي لمن؟ للطائفين الذين يطوفون بهذا البيت. قدم الطائفين لماذا؟ لأنه لا يطاف بشيء على وجه الأرض إلا بالبيت الحرام، لا يطاف بالقبور والأضرحة والمقامات، لا يطاف على شيء تعبدا لله إلا في الكعبة المشرفة، ولذلك قدمهم. وأما الاعتكاف والصلاة هذه في كل مكان، كل المساجد، فقدم الطائفين لأن الطواف من اختصاص البيت العتيق. ففي هذا رد على المشركين والمبتدعة الذين ينتحلون أمكنة يطوفون بها يتقربون بها إلى الله عز وجل، هذا كله دين باطل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. طهر بيتي، وأضافه إلى نفسه، قال بيتي، إضافة تشريف وتكريم، هذه إضافة تشريف وتكريم. طهر بيتي، بيت الله سبحانه وتعالى، ما هو بيت عمرو ولا زيد ولا الملك الفلاني والتاجر الفلاني، لا، بيت الله عز وجل، هذا شرف لهذا البيت ولهذا هذه الكعبة. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. من هم العاكفون؟ العكوف هو الإقامة في المسجد لعبادة الله، هو اللبث والبقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والاعتكاف عبادة، لا يعتكف إلا في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يعتكف إلا في المساجد، لا يعتكف حول الأضرحة القبور ولا حول الأشجار والأحجار، يعكفون على أصنام لهم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد، المسجد الحرام وغيره من مساجد الله سبحانه وتعالى، لأجل عبادة الله، التفرغ لأجل التفرغ لعبادة الله والانقطاع عن أعمال الدنيا والاتصال بالله عز وجل، هذا شأن الاعتكاف. هو الاعتكاف أنك تنام في المسجد فقط، أو تجلس في المسجد يجونك الناس وتسولفون وتنامون جميع هذا ما هو باعتكاف. اعتكاف أنك تفرغ للعبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حصير، يجعل له حصير، يحتجز مكان من المسجد يجعل عليه حصير لأجل أن لا يراه أحد فيجلس فيه يعبد ربه عز وجل. أما أن يتخذ الاعتكاف مجلس للسواليف والزيارات ولا، هذا ليس اعتكافا، لو يجلسون بالشارع كان أحسن له،
يجلسون بالمسجد يقولون نحن معتكفون، ما هو بعد اعتكاف. والعاكفين. والثالث الركع السجود أي المصلين، ونص على الركوع والسجود لأنهما أعظم أركان الصلاة. فيطهر البيت العتيق وما حوله، وكذلك تطهر جميع المساجد لهؤلاء، إلا الطواف لا يكون إلا بالبيت، وأما الاعتكاف وأما الصلاة تكون في جميع المساجد في الأرض. الحمد لله. نعم. المسألة المسألة السادسة. نعم. المسألة السادسة أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين. نعم، الرد على أهل الكتاب وعلى المشركين الذين لا يحترمون هذا البيت. أهل الكتاب لا يعترفون به، لا يعترفون به ولا يستقبلونه في صلاتهم ولا يحجون ويعتمرون. وفيه رد على المشركين لأن الله قال طهر بيتي، وأول ما يطهر منه الشرك، لا يجوز ممارسة الشرك في المسجد الحرام ولا في جميع المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز الشرك في المساجد، ولا يجوز في أي مكان، لكن في المساجد بالذات أنها محل توحيد، محل التوحيد ومصدر التوحيد ومشع التوحيد، فلا يمارس فيها الشرك، ولا يترك المشرك يشرك فيها، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يطوف بغير الكعبة، لا يترك المشرك يعمل هذه الأعمال الخبيثة. نعم. المسألة السابعة العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر، فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور بتطهيره لهم. العجب العجاب من تصرفات المشركين. الله جعل البيت، جعله مثابة للناس وأمن، ما يخص أحدا دون أحد من المسلمين، ما يخص أحدا دون أحد من المسلمين، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. وأيضا الله خصه للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. المشركون يصدون هؤلاء ويمكنون المشركين، كما حصل في الحديبية لما منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة، فصدوا المسلمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. وكذلك إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. فالمشركون يمنعون المسلمين من الوصول إلى البيت، ويمكنون الكفار من الوصول إلى البيت. وهذا من العجب العجاب ومن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثامنة أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود والعكوف، فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة. أن الله قرن العكوف أو الاعتكاف، قرنه مع الطواف ومع الصلاة، فدل على أن الاعتكاف عبادة. والاعتكاف معناه اللبث في المسجد أو البقاء في المسجد لأجل أن يتفرغ لعبادة الله،
عز وجل وليس له حد، يقل ويكثر على حسب استطاعة الإنسان، يعتكف يوم، يعتكف ليلة، يعتكف بعض يوم، يعتكف 10 أيام، 20 يوم، يعتكف ما شاء، لأن الله لم يحدد الاعتكاف بمدة. وإن كان الأفضل أن يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. نعم. المسألة 9: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب، فأمره بتطهيره لهم وإن لم يكونوا من ذريته، وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت، بيت الله، للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإن لم يكونوا من ذريته، ذرية إبراهيم. هذا عام في جميع المسلمين، سواء من العرب أو العجم أو الروم أو الفرس أو كل مسلم، للطائفين والعاكفين والركع السجود، من أي جنس ومن أي لون، من ذرية إبراهيم وإسماعيل أو من غيرهم. ومنع الكفار وإن كانوا من ذرية إبراهيم وإسماعيل، طردهم منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بعد هذا العام مشرك، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فطردهم عملا بقوله تعالى إنما المشركون نجس، مشركون نجس، ولو كانوا من ذرية إبراهيم وإسماعيل فهم نجس. العرب في مكة، قريش في مكة، من ذرية إسماعيل وإبراهيم، لكن لما كانوا مشركين طردهم الله عز وجل، ومكن الطائفين والعاكفين والركع السجود وإن كانوا من غير ذرية إبراهيم وإسماعيل. هذا عجيب، هذا من العجائب. المسألة ليست مسألة وراثة، المسألة مسألة عبادة. نعم. وأما الآية الثالثة ففيها مسائل. يكفي، نقف على نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ننتقل للأسئلة. هذا سائل يقول: هل يرى فضيلتكم أن الدخول في التخصصات العلمية بدلا من التخصصات الشرعية مع استمرار طلب العلم في المساجد خصوصا، وأن مثل هذه التخصصات يحتاجها المسلمون، أم أن على طالب العلم الاقتصار على التخصصات الشرعية في الدراسة الأكاديمية؟ وعلى كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف أمور دينه، يجب على كل مسلم أن يتعلم أمور دينه التي لا يستقيم دينه إلا بها. وأما التخصص في غير أركان الإسلام كالمعاملات والأنكحة والطلاق وإلى آخره، فهذه على حسب ميول الإنسان. إذا كان بعد ما إنه يعرف أمور دينه ويتقن أمور دينه، بعد ذلك يأخذ بالذي يرى نفسه مبرزا فيه، من الفقه أو من الطب أو من الهندسة أو من الصناعة أو من أي شيء يفيد المسلمين. لكن لابد من القاسم المشترك أولا، وهو معرفة العبد لدينه، كيف يعبد ربه، كيف يصحح عقيدته، كيف يصلي، كيف يؤدي الزكاة، كيف يصوم، كيف يحج ويعتمر،
فإذا أتقن هذه الأمور فإنه يأخذ بالتخصص الذي يرى نفسه تميل إليه. والله جعل الناس مواهب، جعل الناس مواهب، هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو كانت موهبتهم واحدة اقتصروا على مهنة واحدة وتعطلت بقية الأعمال والمصالح. فكل يأخذ بما يرى نفسه يميل إليه وينتج فيه، وإن كان الأفضل لا شك أنه التخصص الديني هذا هو الأفضل. نعم. وإذا كان يبي يعوض هذا بالدراسة عند على المشايخ وفي المساجد فهذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم وإعطاء أجره لشخص آخر ميت أو حي؟ نعم، هذا يقول به كثير من الفقهاء، يقولون أي عبادة فعلها وجعل ثوابها لميت لمسلم، جعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ولكن هذا القول لا دليل عليه، إنما الدليل جاء في أعمال خاصة: الحج عن الغير، العمرة عن الغير، الصدقة عن الغير، الدعاء، هذه أمور ورد الدليل أنها تفعل عن الغير ويهدى ثوابها للغير، وأما ما عداها فالأصل أن العمل للعامل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أصله للعامل، ومنه قراءة القرآن، هذه للعامل وللقارئ وليست لغيره، فلا يهدي ثوابه لغيره لعدم الدليل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تثاءب الإنسان ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا ليس، هذا عند العوام. المشروع للمتثائب أن يكتم التثاؤب مهما استطاع، فإن غلبه فليضع يده أو شيئا على فمه ولا يفتح فمه ولا يكون له صوت، يكظم ما استطاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سؤالي: قول من أعرض عني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، ما صحة هذا الحديث؟ هل هو حديث قدسي أم ليس له صحة؟ هذا يروى أن الله جل وعلا يقول: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، هذا يروى بهذا اللفظ، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من معاليكم الرد على من قال أن الدخان مكروه، وإذا بينت له أنه حرام وأتيته بالأدلة قال لو أنه حرام كان لم يدخل إلى المملكة، هذا دليل أنه لو حرام ما دخل المملكة؟ هذا ما هو بدليل، دليل من الشرع، ما هو من دليل من الكتاب والسنة، هذا الدليل. أما دخوله المملكة أو عدم دخوله هذا ليس بدليل. الدخان اسأله، قل هل هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ اسأله، فإن قال من الطيبات كذب، ليس من الطيبات، وإن قال من الخبائث قل الخبائث حرام. الله جل وعلا قال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث هو حرام، كل خبيث فهو حرام، وكل طيب فهو مباح. وأنت قل له هل الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ ما يستطيع يقول من الطيبات أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما هو معنى فأنا أول العابدين؟ هل المقصود أن أول العابدين للولد؟ لا، إن هذه بمعنى ما نافية، ما إن كان أي ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين لله عز وجل،
ولو كان لله ولد لأمر الله بعبادته، الله لم يأمر بعبادة غيره. فالحاصل أن إن ليست شرطية وإنما هي نافية. إن يتبعون إلا الظن، وش معنى إن يتبعون؟ أي ما يتبعون إلا الظن، فإن تأتي بمعنى ما نافية. نعم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن نافية أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص طاف ونسي ركعتي الطواف ثم سعى وانتهى ثم شخص طاف ونسي ركعتي الطواف ثم سعى، وبعد أن انتهى من السعي تذكر أنه لم يصلي فصلى، وذلك قبل أن يتحلل من إحرامه، فماذا عليه؟ فات وقت الركعتين. إذا سعى فات وقت الركعتين، وهي سنة ليست واجبة، الحمد لله. طوافه صحيح وسعيه صحيح، وليس عليه أنه يصلي ركعتي الطواف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فهل تكون هذه الركعة التي أدركتها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة لي، وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ نعم، في خلاف. الصحيح الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعده هو آخر صلاته، هذا هو الصحيح. نعم. أثابكم الله. هل الصلاة التي تعدل 100,000 صلاة، هل هي في حدود الحرم أم في المسجد الحرام فقط؟ الصحيح أنها في جميع حدود، في داخل الحرم، داخل الحرم، داخل الأميال، كله يصلى، كله يسمى المسجد الحرام، كله يسمى المسجد الحرام، ولكن إذا صلى قريبا من الكعبة فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الصلوات أغلط وأقرأ في السجود سورة الفاتحة وأنا غير متعمد، فهل علي ذنب؟ لا، إذا نسيت وقرأت الركوع أو السجود فليس عليك شيء، صلاتك صحيحة. عفي لأمتي خطأ والنسيان، استكره عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الجلوس في المسجد والمكث فيه بدون عبادة ويكثر فيه رفع الصوت وتبادل أطراف الحديث؟ ما حكم الجلوس في المسجد والمكث فيه بدون عبادة ويكثر فيه رفع الصوت وتبادل أطراف الحديث دون حاجة فترة طويلة، هل يجب الإنكار عليهم وإخراجهم من المسجد؟ أما الجلوس في المسجد من غير أذى فلا بأس، يجوز يجلس الإنسان في المسجد، تظلل فيه ولا يتذرى فيه من البرد، وإلا يبات فيه ما له مسكن، ولا يجوز يجوز. وإنما يمنع الجنوب، الجنوب ما يلبث في المسجد، جنوب والحائض لا يلبثان في المسجد. أما الإنسان الذي ليس عليه إلا حدث أصغر يجوز أن يبقى في المسجد، لا سيما للحاجة، لكن لا يسيء الأدب في المسجد، لا يرفع الصوت في المسجد، لا يكون منه كلام بذيء أو شتم أو سب أو غيبة أو نميمة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعتبر الخسوف والكسوف وكثرتها من علامات الساعة، وهل لكثرتها ارتباط بالمعاصي؟ نعم، لا ارتباط بالمعاصي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداء، فزعا يجر رداء يخشى أن تكون الساعة، ولما صلى بهم صلاة الكسوف ذكرهم ووعظهم وقال: إن الله أغير، إن الله أغير أن يزني عبده أو تزني أمته. فلا شك أن الكسوف
وأنها من آيات الله التي يخوف الله بها عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. كونه يدرك بالحساب لا يدل على أنه يكون عند عذاب أو عند قيام الساعة، فقد ينكسف القمر أو الشمس ولا يعود النور إليهما، قد لا يعود. من اللي يعود النور إليهما؟ والله سبحانه وتعالى، فقد لا يعود بسبب ذنوب العباد والعقوبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت في أحد المطارات مسافرا، ورأيت جماعة يصلون الظهر فصليت معهم، وبعد الانتهاء من صلاة الظهر أقاموا لصلاة العصر، وأثناء الإقامة سمع أذان الظهر، فوقع في نفسي شيء وأكملت معهم صلاة العصر، وبعدها صليت مع جماعة أخرى صلاة الظهر بدلا من التي كانت قبل الأذان، هل عملي هذا صحيح؟ هذا واجب عليك، هذا واجب، لا تصح صلاة الظهر قبل دخول الوقت. الواجب عليك أنك نبهتهم يعيدون الصلاة، لأنه لا تصح الصلاة قبل وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد المفتين في القنوات الفضائية يقول أن القول بخلق القرآن كفر أصغر، ونسب ذلك إلى محمد بن نصر الخزاعي، وقال: وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا. هذا كذاب، الذي يقول هذا كذاب، الذي يقول إن القرآن مخلوق يكفر الكفر الأكبر، لأن الله أخبر أن القرآن كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله وكلام الله وليس مخلوقا. الذي يقول إنه مخلوق هذا يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. ولا أظن محمد بن نصر الخزاعي رحمه الله يقول هذا القول، إن كان قاله على الفرض فإنه خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرجل إذا هم بالسيئة في نفسه ولم يعملها يأثم؟ نعم. إذا هم الرجل بالسيئة في نفسه ولم يعملها هل يأثم؟ إذا كان لم يعملها خوفا من الله، تركها خوفا من الله، فإنها تكتب حسنة. أما إذا تركها لأنه لم يقدر عليها، ولو قدر عليها لعملها، أي تكتب عليه سيئة، لأنه ما تركها خوفا من الله، إنما تركها لأنه ما تمكن، ولو تمكن فعلها، فيعاقب على نيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول: أنا أدرس في الخارج، وعندما أقوم بدور الدعوة إلى الله ترد علي شبهة من بعض من أدعوهم، وهي أنهم يقولون: لو أسلمت ثم كفرت فهل يقام علي حد الردة، علما بأن هناك حرية اختيار الدين، فهل أقول له لا أم ماذا أقول؟ قل له أسلم واسأل الله الثبات، واترك الوساوس، اترك الوساوس، أنت أسلمت لله عز وجل، فأسلم وأحسن النية وأسأل الله الثبات على الدين، واترك هذه الخواطر وهذه الوساوس. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى هذا الحديث: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال؟ هل المقصود به الأرحام؟ وهل أهل الزوجة يعتبرون من الأرحام؟ حديث عام في الأرحام وغيرهم: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم قريبا أو غير قريب، لكن القريب أشد، لأنه هجر قطيعة للرحم، فلا يجوز أن تهجر أخاك لمجرد من بينك وبينه سوء تفاهم عند أمر من الأمور الدنيوية. إن كان ولا بد تطيب نفسك 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إذا كان ولا بد،
وإلا الأفضل أن لا يهجره أبدا. أما إذا كان الهجر عند الدين عند معصية فهذا يهجر إلى أن يتوب، ما هو بثلاثة أيام، يهجر إلى أن يتوب من المعصية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز وضع صندوق لجمع مال العزاء بحيث إذا مات شخص يأخذ لأهل البيت من هذا الصندوق وإقامة الولائم لهم؟ أصل العزاء هذا باطل وبدعة وتكاليف على الناس ما أنزل الله به من سلطان، ولا يجوز عمل صندوق للعزاء لأنه إعانة على المعصية والبدعة. العزاء ما يحتاج إلى هالأمورها، العزاء تدعو للميت وللحي، تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إذا التقيت به في أي مكان، أو تتصل عليه تلفون أو بالجوال وتعزيه، ولا حاجة إلى اجتماع ولا حاجة إلى ولائم ولا حاجة إلى تعطيل الأعمال ثلاثة أيام. ما كان الصحابة يعطلون الأعمال ثلاثة أيام، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جعلوا عزاء وجعلوا ثلاثة أيام، توفي أبو بكر عمر عثمان، توفي من يتوفى من الصحابة، ما كانوا يعملون هذا أبدا. ولهذا يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل أهل الزوجة يعتبرون من الأرحام؟ من الأصهار، أهل الزوجة يعتبرون من الأصهار لا من الأرحام. نعم. أذابكم الله. يقول السائل: أنا والدتي رفضت أن أذهب للدراسة الشرعية وطلب العلم في مدينة غير التي أسكنها، وبعد أن ألحيت عليها وافقت على ذلك وأنا أعلم أنها في داخلها غير موافقة، هل أذهب لطلب العلم أم أبقى عندها مع علم أن هناك جامعة في المنطقة التي أسكنها ولكنها غير شرعية؟ إذا كانت تحتاج إليك إلى بقائك عندها فإنك تقيم عندها، هذا أفضل من طلب العلم، بل هو واجب عليك أنك تخدمها وتبر بها. أما إذا كانت لا تحتاج إليك فلا تحجر عليك في طلب العلم ولا تطعها في ذلك، لأن ترك طلب العلم معصية، ولا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. لكن مثل ما ذكرت، تفاهم معها وإقناعها أحسن. وإذا أذنت لا تقول قلبها ما هذا، ما هو القلب لا يطلع عليه إلا الله، إذا أذنت الحمد لله يكفي. نعم. أثابكم الله. ما الحكم في من حلف أن يلبس سن ابنته وهي صغيرة سن ذهب، ثم مات صاحب هذا الحلف ولم يلبس ابنته السن ذهبا، وهل يجب على أولاده تنفيذ حلفه؟ عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لأنه نذر أمرا مباحا، لأنه حلف على أمر مباح، يكون عليه كفارة يمين. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تقول: ما حكم صبغ الحواجب بلون صبغة الشعر الرأس وليس تشقير أو تحديد؟ إنما لا يجوز تغيير الشعر، يبقى على لونه، شعر الرأس وشعر الحاجبين يبقى على لونه الذي خلقه الله، إلا إذا كان لونه مشوها، إذا كان لون الشعر مشوها إنها تزيل التشويه. أما إذا كان جميلا وليس فيه عيب فإنها تبقيه ولا تغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل المسافر في بلد وهو يريد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، ثم دخل وقت صلاة الظهر فصلى خلف رجل مقيم أدرك معه ركعة واحدة وهو لا يدري أنه مقيم فقصر الصلاة ركعتين، فماذا عليه؟ عليه يتم الصلاة،
هذا يلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام، صلى مع مسافر أو مع مقيم يلزمه الإتمام. نعم. أحسن الله إليكم، من ترك صلوات كثيرة ثم تاب هل يقضيها أم لا؟ الراجح والصحيح أنه لا يقضيها، يكفي التوبة الصحيحة مع المحافظة على الصلاة، إنما الذين ذهبوا إلى أنه يقضيها هم الذين يقولون أنه لا يكفر، إن تارك الصلاة لا يكفر إنما هو عاصي، فهؤلاء يقولون يقضيها. أما الذين يحكمون عليه بالكفر الأكبر فيقولون يتوب إلى الله من جديد ويدخل في الإسلام من جديد. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم، رجل صلى إلى غير القبلة عن جهل فما حكم صلاته؟ إذا تبين له أنه صلى إلى غير القبلة منحرفا عنها من غير اجتهاد ومن غير تحري وسؤال للناس، إنه يعيد الصلاة. نعم. أثابكم الله، هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، يجوز الاعتكاف بكل السنة. قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال لما لم يتمكن من الاعتكاف في رمضان. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل: صليت العشاء مع إمام يصلي المغرب علما أني مسافر، فهل لي أن أجلس بعد الركعة الثانية ثم أسلم أم أني أتم 4 ركعات؟ أتم 4 ركعات، لأن المغرب غير مقصورة، ولا تصلي قصرا خلف صلاة لا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم، إذا سافرت إلى مكان وعزمت أن أمكث فيه 2 أسبوع فهل أنا في حكم المسافر؟ إيه نعم، إذا عزمت تقيم 2 أسبوع ما في شك أنك أصبحت مقيما وانتهى السفر، انقطع السفر بنية الإقامة أكثر من 4 أيام. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: أنا أعيش مع أهل زوجي وسوف يسافرون لمنطقة بعيدة ولا أستطيع أن أبقى وحيدة وزوجي غير موجود، فهل أسافر معهم وهم عبارة عن إخوان زوجي وأمهم علما أن زوجي موافق ولكن لا يستطيع مرافقتنا لعمله في منطقة بعيدة ولا أستطيع الذهاب معه ولا البقاء لوحدي أبدا في بيت أهل زوجي؟ إخوان زوجك ليسوا محارم لك، لا تسافر إلا مع محرم، يحضر زوجك ويسافر معك، وإلا تبقين في البلد حتى يأتي. نعم. أحسن الله إليكم، إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فمن أولى الفريقين بالإمامة؟ كله جائز ولله الحمد، كله جائز، صلي بهم واحد يقصر وهم يتمون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأهل مكة في عام الفتح وقال لهم: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم، أتموا لأنفسكم. يجوز أن يصلي من يتم الصلاة خلف من يقصرها والعكس. لا، العكس لا، لا يجوز أن يقصر الصلاة خلف من يتم، بل يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم أو من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه ولا يقصر. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز شد الرحال من أجل حضور دفن قريب أو عالم من العلماء؟ لا، هذا فيه نظر، يعني فيه نظر، كونه يترك أحسن ويدعو له أحسن، أو يصلون عليه صلاة الغائب. نعم. أيضا إكمال لسؤالي يقول: كذلك شد الرحال من أجل الاعتكاف في مسجد المساجد الثلاثة فقط، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، أما بقية المساجد فكلها سواء، يعتكف في أي مسجد ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أصلي مع أناس يصلون العصر بنية الظهر وأنا مسافر؟ لا بأس، على الراجح والصحيح أنه لا بأس، وإن اختلفت النية يجوز من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، السائل يقول هل من السنة قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 4؟ هذا أفضل، نعم، هذا أكمل شيء، 4 قبلها و4 بعدها، هذا أكمل شيء. نعم. أثابكم الله، هذا آخر سؤال، يقول السائل ما حكم لمن صلى بعد الفجر وهو بنية الراتبة، بنية راتبة الفجر، ويفعل ذلك كل يوم؟ يجوز أنه يصلي الراتبة إذا فاتته قبل صلاة الفجر صليها بعد الفجر، كما فعل ذلك من فعله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على ذلك، لكن هذا ما هو في الذي يداوم أو يقول كل واحد، لا، ما يجوز هذا، لكن إذا ما تمكن من صلاتها قبل الفريضة صليها بعد الفريضة، أما إنسان يرتب هذا يقول كل واحد، لا، هذا ما يجوز، هذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، بارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.